السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، صباحكم زي الفل ان شاء الله. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا فيه عن موضوع تسمم الاكسجين اللي حصل لسمك البوري، سمك البلطي في اخر فرع النيل. وعدتكم انا ان شاء الله ان انا هنوصل لقناطر ادفينه اللي هي اخر مصب، اخر سد لمية النيل فرع رشيد. وصلت انا هنا في المكان ده حاليا اللي هو القناطر اللي احنا قلنا عليها. لو تلاحظوا، مش عارف الشمس هتظبط معايا الكلام ده ولا لا، هنروح لكم انا هناك دلوقتي نوري لكم اللي بيحصل معايا. طبعا يا جماعه الجنب اللي احنا فيه ده كده، الجنب المتجه ده، دي الماء دي اللي هي جايه من فوق من السد العالي مثلا، خدت ميتها لحد ما وصلت هنا في دفينه. دي بيقولوا عليها الجنب ده بيقولوا عليه ميه حلوه عشان قبل الوصله الثانيه. طبعا الميه دي بتيجي هنا وبتقف، بيبداوا يتحكموا فيها عن طريق الابواب بتاعه القناطر الشمس لحد اما تعدي كده كده يا جماعه. الميه دي رايحه على البحر، ده الجنب ده بيبقى مخلط بميه البحر فبيقولوا عليها ميه حدقه، والتاني الحلوه. في الوقت نفسه في ناس كتبت تعليقات كتيره، يعني مثلا اللي اتهمنا ان احنا بنتاجروا اصلا في الزريعه، ودخلوني في حكايات تيامة خالص، يعني زي ما بيقولوا لي ايه، انت حرام عليك الشهاده اللي انت شهدتها، ما كنتش المفروض تشهد ولا تقول ان في سمك مات. لا، دي طبعا شهاده حق ولازم هنقولها، ولو على الزريعه يعني من رغم ان الموضوع خطر، ولكن لو في تفاعل منكم انا هنتكلم اكتر عن الزريعه وهنقول حاجات يعني هي يمكن ما نبانش تاني بسببها، بس والله لو في تفاعل وعايزين نتكلم عن الزريعه هنتكلم فيه. حبيت نوري لكم بس المنظر ده. في هنا الشمس للاسف قافله، ولكن في المايه لو انتم شايفينها من الاخر كده، المايه خارجه من هنا من اخر الايه؟ من اخر الكوبري ده. طبعا دي كام بوابه؟ انا مش فاكر كلها على بعضها، 20 بوابه 25 بوابه مش متذكر بالظبط. بصوا يا جماعه، المايه دي اللي هي المايه الحلوه على الجنب ده، المايه دي لما بتعدي البوابات بتبقى حادقه عشان بتتخلط بميه البحر. دي كده اخر مصد فرع النيل بتاع رشيد اللي هو بوابات ادفينه. بعد كده المايه اللي بتعدي دي بتبقى رايحه على البحر خلاص معدومه. مالكش دعوه بيا انا، اشوف مستوى المايه. ادي يا جماعه ده الحاجز بتاع المايه، لو شايفين انتوا المستوى ده هنا عامل ازاي والمستوى هنا عامل ازاي. طبعا بالطريقه ديت بتتم حاجز المايه. مش هيبان الجنب التاني، دي بقى القناطر بتاعتنا اهي. هو للاسف بس الشمس بالطريقه دي، برضو المايه بتتحجز بنفس الطريقه دي. لما بيضطر بقى بتعلى عن الحد ده، فبيضطر ان هو بيفتح البوابات عشان يخفف الايه، الجزء معاه يخفف المايه دي. طبعا بتترفع بالطريق الجنزير ده اللي انتوا شايفينه ده، يا بس الشمس في وشي فالدنيا مش ظابطه معايا. لحضراتكم هنكمل بقيه الفيديو في اخر فرع رشيد، احنا هنمشي مع المايه دي عشان طريقنا، وهنكمل دلوقتي لما نوصل رشيد هنوري لكم بقيه الايه، بقيه المايه ماشيه ازاي، وهنكمل الفيديو بتاعنا باذن الله. خليكم معنا. وصلنا كده يا جماعه لكوبري الجديه في مدينه رشيد محافظه البحيره. احنا في جنبنا يا جماعه، الجنب اللي هو على اليمين ده جنب تابع لمحافظه البحيره ومدينه رشيد، والجنب الثاني تابع لكفر الشيخ متوبس. دي كده يا جماعه النيل بتاعنا من بعد ما بيعدي من بوات فينا بيفضل ماشي لحد ما بيوصل مثلا للنقطه دي. زي ما انتم شايفين دي الفاصل اللي كان فيها مشكله السمك النافق هي والسمك اللي موجود في النيل. ثم بعد كده النيل بيكمل لحد اما بيوصل لبرج رشيد، بعد برج رشيد بغاز رشيد او نقطه صروح رشيد، بعد نقطه صروح رشيد خلاص الميه بتختلط بميه البحر الابيض المتوسط. دي كده بتبقى الميه نافق من 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 وقت ايه ما ربنا خلق الارض، ودي الدوره بتاعه النيل في المكان ده.
هنروح دلوقتي ان شاء الله مدينه رشيد. وصلنا احنا كده بمشيئه الله، دي كده اول المدينه نفسها، اول الدخله نفسها من بعد ما نزلنا من على الجديه، نعتبره دي كده اول البلد. مدينه رشيد يا جماعه زي ما انتم عارفين ان هي بتعتمد اعتماد كبير على صناعه المراكب، وطبعا صناعه شبك السمك وصيد الاسماك، بتعتمد على صناعه الطوب الاحمر، بتعتمد على زراعة بعض الفواكه وبتمتاز فيها كمان مثل البلح والنخل ومستلزمات النخل ورعاية النخل، وبتعتمد على زراعة المانجا الرشيدي والتفاح اللي هو البلدي. ده بالنسبة لمدينة رشيد. مدينة رشيد مدينة جميلة، مدينة هادية، مدينة هدوء، شعبها شعب طيب، ناس طيبين ورقيق. مدينة جميلة بصراحة، من أحب البلاد، من حب المدن إيه لمنوعات رحال. زي ما انتم شايفين الأقفاص اللي هي هناك دي، جال أنا في التعليقات تعليقات كتيرة خالص لازم نتكلم عنها، إن أصحاب الأقفاص دي وضعين إيديهم على النيل أو على الأماكن بتاعتهم، بيمنعوا الناس إن هي تصطاد حوالين منهم. طبعا بيصطادوا الزريعة بطريقة شرعية أو غير شرعية، ربنا اللي يعلم، أنا ما عنديش خلفية بصراحة، مش متأكد من الكلام، ولكن كل دي تعليقات جت لنا في الفيديو اللي فات اللي هو كارثة أطنان من السمك النافق في مدينة رشيد. حبينا احنا طبعا نوثق في الفيديو دوت ازاي نهاية فرع النيل في رشيد ازاي بيمشي وازاي بينتهي. حبيت نلمح عن بعض كلام. طبعا موضوع الزريعة ده يا جماعة موضوع كبير، يعني هو اعتبر اكبر من ان انا اتكلم فيه، ولكن انا هنتكلم فيه بكل شفافية. القصة ان في الجنب التاني قرية اسمها ابو خشبة وبرج مغزل، الناس دي بتعتمد اعتماد كلي على صيد الزريعة. احنا كده يا جماعة وصلنا برج رشيد للعلم بالشيء، دي كده خلاص نهاية رحلتنا، اتبقى حاجات بسيطة خالص والنيل ينزل في الايه في البحر، هنوريها لكم دلوقتي. اما بالنسبة للجماعة اللي هم بتوع كفر الشيخ، الناس ديت عايزين نعوضهم بوظائف، عايزين نعوضهم بفرص عمل، بحيث ان هم ربنا يغنيهم عن صيد الزريعة. والعلم يا جماعة برضو ان في مسؤولين كبار خالص متورطين مع الناس ديت في صيد الزريعة وتجارتها، في ناس بتشتري منهم الحاجة دي بكل سلاسة. للأسف برضو موضوع بركة غليون اللي اتفتح هناك ده نشط الناس دي وساعدها، وهم طبعا مش عايز يعني بيوردوا برضو الزريعة للبركة. فنتمنى من الله ان ربنا يصلح الحال ونعدل الكلام ده. انا حبيت ننوه بس في الفيديو بتاعي من غير ما نسير جدل، من غير ما نعمل صورة للناس في الكلام، كنت طبعا بنحاول ننتقي الكلام وما خفي اعظم. في النهاية انا وصلت خلاص للمكان المحبب ليا، زي ما انتم شايفيني قاعد بنصطاد قروس. دي طبعا ورا المركب دي خلاص البحر، نهاية الفيديو بتاعي. اتمنى من الله ان الفيديو بتاعنا يكون عجبكم باذن الله ومشيته، وتكونوا انبسطتوا معانا، وتكون في معلومات كويسة قدرنا نفيدكم بيها. تحياتي لحضراتكم، كان معاكم اخوكم سامح الخالقة، قناة منوعات رحالة. تنساش طبعا لو وصلت للمقطع ده ادعم الفيديو بتاعنا بلايك، ولو مش مشترك طبعا تشترك عندنا في القناة حتى يصلك مننا كل جديد. الى اللقاء في رحلة جديدة من رحلات منوعات رحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.